انتقل على إبراهيم كان ملاحقا منذ أكثر من عام، وتعرض لعدة كمال المخابرات. يا أبرياء يا شهد رب السماء، أبرياء 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 لن ننساكم يا أسرانا، لن ننساكم قد بذل عمره وضحى من اجل الوطن، فصموده اليوم لنا الاضحى مثل. شكرا لكل معتقل، شكرا لكل معتقل، شكرا لكل معتقل صموده اليوم مثل. شكرا لكل معتقل إلى المساجين. لبيك مكة يا عبيد، لبيك